أو Future Combat Air System المعروف باسم FCAS هو مشروع مشترك بين فرنسا وألمانيا وأسبانيا لتطوير منظومة جوية قتالية متكاملة. تتكون برضو من طيارة شبحية مأهولة وطيارات مسيرة مساعدة ومنظومة اتصالات وتحكم رقمية متقدمة. المشروع يعتبر الأضخم في أوروبا ومتوقع تجاوز التكلفة الإجمالية 100 مليار يورو. التمويل المبدئي بس لحد 2025 يقدر ما بين 3-4 مليار يورو لكل دولة، وهيكون المشروع بالكامل تحت إشراف فرنسي. اختبار الطيران التجريبي هيكون بين 2027 و2029 وهتدخل الخدمة في 2040. دي كده بسرعة تفاصيل المشروعين، لكن لو تحبوا نتكلم عنهم بشكل أكبر في الحلقات الجاية اكتب لي تحت في التعليقات. طبعا أمريكا عارفة كويس مدى أهمية تصدر السباق ده، وعشان كده أطلقت برنامج الجيل القادم من الهيمنة الجوية إنجاد أو Next Generation Air Dominance. المشروع بالتعاون مع برنامج تاني وهو برنامج سكايبورغ، وهو برنامج عسكري أمريكي سري بيتطور القوات الجوية الأمريكية لتصميم نظام قتالي جوي من الجيل السادس.